Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to all the Ripper Hadith disciples, YouTubers and viewers. Welcome back to another video on Rip Right HD. Today I'm going to be giving you different variations of the pull-up. And the pull-up is so essential when it comes to calisthenics. It helps with so much, your grip strength, your lats, depending on how you pull in your forearm, your shoulders, as well as your biceps. So stay tuned and stay ripped. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنه في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى انضع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صر رحما تفز ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية.